السلام عليكم، رجعنا لكم من جديد. موضوعنا اليوم موضوع غريب جدا. هل انت بترضى تكون انسان عادي؟ هل انت بترضى تكون ما ضفت اشي على الحياة وتمر مرور الكرام؟ بدي كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال. الرافعي بيقول مقولة جميلة جدا، بيحكي ان لم تزد شيئا على الحياة كنت انت زيادة عليها. لذلك لما نمشي بين القبور ونتفرج على الناس اللي مضت وراحت، رح نلاقي انه 99% منهم ناس ما بنعرفها، كانوا ناس عاديين مضوا بهالحياة وراحوا، 1% منهم بس رح نتذكره. هل انت بترضى تكون من 99% من الناس اللي مضوا عادي وراحوا عادي، ولا من 1% اللي تركوا بصمتهم في الحياة؟ 99% من الناس بخلص دراسة، بدي أتخرج، بعد ما يتخرج بدي أشتغل، أدور على وظيفة، بعد ما أشتغل بدي أتجوز، بعد ما أتجوز بدي أخلف، بعد ما أخلف بدي أكبر الأولاد، بعد ما أكبر الأولاد بدي أشوفهم كبار وأموت. هاي هي بس؟ هيك هو طموحنا؟ هل سألت حالك أنت إيش بدك؟ أو شو البصمة اللي بدك تحطها في الحياة مشان تكون إنسان مميز ومش عادي؟ في ناس مطحونين لدرجة بالشغل إنه حتى تفكير ما عم بفكر، بينام بصحى شغله، بروح بمارس حياته الاجتماعية، برد بينام برد بصحى، لدرجة إنه ما بقعد مع حاله 5 دقائق يفكر يحكي أنا شو بدي بهالحياة، أو شو أهدافي، أو إمتى أنا حكون سعيد وليش بدي أكون سعيد. هاي الأسئلة اللي بتسألها لحالك اللي هي أهم أسئلة في الحياة، هل سألتها لنفسك ولا أنت مطحون لدرجة إنك مش فاضي 5 دقائق تسأل حالك هاي الأسئلة؟ وعلى فكرة العلم لوحده ما بكفي. في ناس بيحكوا العلم نور، أنا بحكي لك العلم ليس نور إذا لم يطبق. لو هلأ بدك تبني عمارة كونستراكشن كامل وعندك كل المعدات، الحديد والإسمنت وكل إشي وحاطه ورا ظهرك وما عم بتبلش تستخدمه أبداً، بس أنت موجود عندك وبتعرفه بس ما عم بتطبق منه ولا إشي، هل بفيدك؟ هل العمارة بتطلع؟ ما حيصير ولا إشي إذا ما طبقت المعلومات اللي موجودة عندك. إذن العلم لوحده ما بكفي. أحد العلماء الغرب ألف مجلد كامل عن الانتحار، كيف انك مش لازم تنتحر، واذا بتتبعه انت فعلا بتشعر بسلام داخلي. اخر اشي هو انتحر. لذلك العلم برجع بعيد لوحده لا يكفي، لازم نطبق الاشياء اللي بنعرفها، نقعد مع حالنا 5 دقائق بس، انا شو بدي؟ ليش انا موجود بالحياة؟ شو الاضافة اللي انا بدي اضيفها؟ هل انا برضى اكون على هامش الطريق ولا انا انسان مميز؟ هل لما انا انحط تحت التراب رح اكون عملت اشي اثريت على الحياة، ولا أنا كنت عابر سبيل وبس؟ رسالتي بهذا الفيديو بدي كل شخص سمعه يقعد مع حاله 5 دقائق 10 دقائق. أنت بتعطي وقت للناس وبتعطي وقت لكل إشي، بدكش تعطي لحالك 10 دقائق تقعد مع حالك. اقعد مع حالك، أنا شو بدي؟ أنا شو أهدافي بالحياة؟ أنا كيف بدي أكون سعيد؟ كلنا بندور على السعادة. القرار قرارك، أنت بتقدر تتخذه لما تقعد مع حالك وتحط النقاط على الحروف. أعطي لنفسك المساحة، أنا شو بدي وكيف رح أعمل هذا الإشي؟ حط خطة واضحة إنك ما تكون عابر سبيل. لازم نثري إشي على الحياة حتى ما نكون زيادة على هاي الحياة.